ازيكم يا اصحابي، النهارده جاي اتكلم معاكو عن كتاب جميل قوي جبته. كتاب اسمه حكايات فرحان على القرآن. لو عايزين تعرفوا مش معنى الكتاب ده اللي اشتريته وحبيته قوي، تعالوا اقولكم. اولا الكتاب فيه 50 قصة من أجمل القصص اللي بتفيد الأطفال في سني والأطفال اللي أكبر مني كمان. في قصص ممتعة جدا كلها دروس وفوائد تربوية جميلة. ثانيا الكتاب كل قصة فيه مرتبطة بالقرآن الكريم. ثالث القصص كلها بتدور حول آيات القرآن الكريم، وده سبب يخليني ويخلي الأطفال اللي زيي يحبوا حفظ القرآن الكريم ويكبروا عليه. ثالثا القصص مش بس تربوية، لأ دي فيها من البهجة والمتعة قدر كبير. رابعا قصص 50 بتشرح جزء من أجزاء القرآن، وكتابي بيشرح جزء عامة، يعني بداية كويسة لكل طفل يبتدي يحفظ القرآن. خامسا اللي هيقرأ الكتاب هيكتشف انه مش بس الاطفال في سني، لكن الحقيقة كبار كمان هيستفادوا، لان القصص اللي في الكتاب هتساعدك على فهم جزء عامة والعمل بيه. سادسا كتاب فيه فهرس بيوضح لك كل حكاية فيه مرتبطة بأني صورة من صور القرآن الكريم، وده هيساعدنا كأطفال نفهم الآيات ونحفظها بسهولة من غير مجهود كبير. سابعا الكاتب الجميل الدكتور عبد الله محمد مؤلف كتاب وضح في الكتاب كل أب وكل أم ازاي يبتدي يحكي الحكاية لطفله ويبدأ بأني قصة، وكمان حاطط خطة لطريقة سرد القصص وفقا لصور قرآنية اللي بيحفظها الطفل. دي حاجة مفيدة جدا للآباء والأمهات، وكمان حركات حفظ القرآن تسهيل عملية فهم وحفظ صور قرآنية. ثانينا كاتب كمان موضح اللي بيحكي الحكاية يعمل ايه قبل ما يحكي وبعد ما يحكي، بيوضح لكل مربي ان الكتاب بيجمع بين الحكاية والتفسير والمتعة وفهم القرآن والعمل بيه، ودي غاية عظيمة جدا من الكتاب. تاسعا اجمل ميزة كتاب بعد كل قصة تلاقي الكاتب موضح فكرة تربوية او عدة افكار وراء كل قصة، ودي ميزة مش موجودة في كتب حكايات كتير. عاشرا كتاب إصدار مركز إبصار للنشر والتوزيع، وهي من أكبر مراكز النشر والتوزيع الموثوق فيها وناجحة جدا، وطبعا حقوق الطبع والنشر الخاصة بالكتاب محفوظة بإطار إبصار. الكتاب يتمتع بخلاص جميل جدا يجذب العين ويحبب الطفل في القراءة. أنا مبسوطة جدا إني اشتريت الكتاب ده. ودلوقتي اسمحولي أحكيلكم حكاية من حكايات فرحان مع القرآن. الحكاية هي في يوم من الأيام اشتكى فرحان من بطنه وقال لأمه إنه مريض مش هيقدر يروح النهاردة للشيخ. فأمه قالت له كفاك الله وعافاك يا حبيبي، ارتاح النهاردة يا فرحان وبلاش تنزل تلعب مع صحابك. فرد عليك فرحان وقال لها لا يا ماما، أنا هرتاح شوية لغاية ما ربنا يشفيني وبعدها ممكن أنزل ألعب مع صحابي. ضحكت أم فرحان وقالت له قول الحقيقة يا فرحان، انت بتهرب من ميعادي الشيخ؟ فسكت فرحان شوية وقال لها بصراحة الشيخ طلب مني احفظ سورة التكوير
وانا معرفتش احفظها مع اني عملت مجهود كبير عشان احفظها، وانا خايف من عقاب الشيخ. فقالت لأمه انه ميعرفش، وان الشيخ بتاعه راجل طيب واتفق معاه انه عمره ما يضربه. وقالت له روح يا فرحان للشيخ وقول له اللي حصل معاه، ان شاء الله هتلاقي عنده فكرة جميلة تساعدك على حفظ الزورة. فقال لها فرحان شكرا يا أمي، أنا دلوقتي وجع بطني راح وهروح لشيخي. ولما راح فرحان الشيخ حكاله، اتفاجئ فرحان ضحك الشيخ وهو بيقول له فكرتني يا فرحان بموقف حصل معايا زمان من 40 سنة، لما كنت زي عمرك ولقيت صعوبة في حفظ سورة التكوير، فهربت من الكتاب، وساعتها الشيخ جانا البيت، وكان الشيخ صديق لأبويا، وافتكرت وقتها إنه جاي يضربني، ولكنه عطف علي وعلمني طريقة جميلة أحفظ بيها سورة التكوير، وهقولك على السر ده بكرة بس بشرط. إيه هو يا شيخ؟ إنك تجيب معاك كراسة رسم وعلبة ألوان. وفعلا تاني يوم راح فرحان الشيخ ومعاه الكراسة والألوان، ولما شاف الشيخ ضحك وقال له جلس شيخي معايا على الأرض وبدأ يقرأ الآية من سورة التكوير، وكل آية بيقرأها يرسم لها الصورة المناسبة لغاية ما رسم 13 سورة، وبكده قدرت أحفظ نص سورة التكوير عن طريق الرسم. ودلوقتي يا فرحان أنت هتكتب الآية وأنا هشرحها لك، وبعدين هترسم أنت الصورة المناسبة للآية اللي كتبتها. فرح فرحان بالفكرة جدا لأنه بيحب الرسم، وابتدى يكتب أول آية. وابتدى الشيخ يفتح الآية الفرحان وقال بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت. ابتدى الشيخ يفتح الآية الفرحان وقال التكوير يا فرحان يعني لف الشيء زي الكورة، والشمس كورت يعني يكورها الله تعالى ويرميها في النار فتختفي الشمس والدنيا تظلم، وعشان كده هنرسم مع الآية دي صورة للشمس. وقام فرحان ورسم صورة للشمس وقال له الشيخ اكتب الآية اللي بعدها. وإذا النجوم انكدرت، اشرح لي يا شيخي معناها. والآية معناها يا فرحان إن النجوم ستنطفئ وتختفي من مكانها، وعشان كده ارسم للآية دي صورة لنجوم سوداء مظلمة. بعدها رسم فرحان النجوم وكتب الآية التالتة وقال وإذا الجبال سيرت، معناها إيه يا شيخ؟ الآية معناها يا فرحان إن الجبال هتصبح مثل الصوف الخفيف، وهتسير من مكانها وتمر أمام الناس زي السحاب، وعشان كده ارسم يا فرحان مع الآية الكريمة دي صورة للجبل. ورسم فرحان صورة للجبل جنب الآية الكريمة، وبعدها كتب الآية اللي بعدها وإذا العشار عطلت، إيه معناها يا شيخي؟ معناها يا فرحان إن الناس هتتوقف عن زراعة الأرض وعن رعاية الحيوانات، وده لأنهم هيشوفوا تغيير في الكون وبداية يوم القيامة، عشان كده هنرسم هنا مع الآية الكريمة دي صورة لمجموعة من الأشجار والحيوانات. ورسم فرحان مجموعة الأشجار والحيوانات اكتب بعدها وإذا الوحوش حشرت، معنى الآية يا فرحان إن النمور والأسود وكل الوحوش هيجتمعوا في مكان واحد بعد ما كانوا بيسكنوا الغابات، وده بعد ما بيروا التغيير الكبير اللي بيحصل في الكون، وربنا بيجمع الوحوش القوية دي عشان يحاسبها على ظلمها للحيوانات الضعيفة. وهنا
هنرسم مع الآية الكريمة مجموعة من الحيوانات المفترسة. ويكتب فرحان الآية السادسة من سورة التكوير، وشيخه شرحه له ويقول: ومعنى وإذا البحار سجرت إن المية اللي في البحار هتشتعل وهتصبح نار، وعشان كده هنرسم هنا يا فرحان بحر وفيه أسماك. بيوضح الشيخ فرحان إن الآية السادسة من سورة التكوير بتنتهي أحداث الستة اللي هتحصل في الدنيا، وبعدها يبدأ يوم القيامة. لو عايزين أصحاب يتعرفوا اللي هيحصل بعد كده لازم تقروا باقي القصة. لو عايزين تحصلوا على الكتاب في قناة معين عاملة مفاجأة جميلة لأصدقائها، هتقدر تطلب الكتاب عن طريق صفحتنا على فيسبوك، وأسيب لكم الرابط تحت في الوصف، والصفحة توفر لكم مع الكتاب هدية جميلة وتقدمها صفحة يوما كرافت للهدايا والأعمال اليدوية، وبرضو هتلاقوا رابط صفحة يوما كرافت تحت في الوصف. واتمنى ليكم قراءة ممتعة.